السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. ربنا يعيد عليكم بالخير واليمن والبركات. ونلتقي معكم اليوم في موضوع مهم جدا جدا جدا، هو موضوع العمل المدني والمجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني وأبعادها إلى آخر. أنا ليه بقول إن العمل أو المجتمع المدني هو أو مؤسسات المجتمع المدني هي الفريضة الغائبة والمجددة للدين والحياة، هي حقيقة أصبحت فرض عين علينا. لا مجتمع يستطيع أن يعيش دون إنشاء مؤسسات وجمعيات ومبادرات يقوم بها المواطنين، لابد، أصبحت حتمية وأصبحت في الظروف التي نواجهها الآن من ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو نزوح أو لجوء أو تشرد لملايين وعشرات الملايين من الناس في دول مختلفة، والصراعات والأزمات الإنسانية، كوارث كالفيضانات والزلازل والبراكين وإلى آخره، والتجفف والتصحر، أصبحت فرض عين وفريضة. أصبح العمل المدني فرض عين وفريضة، ونقطة ومن أول السطر لا نقاش فيها، أصبح فرض عين وفريضة. أما هو المجدد للدين والحياة طبعا، لأن تفاعلات وإنجازات والمؤسسات هذه هي اللي بتجدد مسيرة الحياة داخل أي مجتمع في العالم، داخل أي مجتمع في العالم، سواء كان مجتمع صحراوي، جبلي، قبلي، مدني إلى آخره، فهي المجددة للدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي على رأس كل زمان كل قرن من يجدد دينه، وأنا أعتقد في هذا الزمان أن تجديد الدين وتجديد الحياة هو في قوة مؤسسات المجتمع المدني وليس في شخص فرد واحد. في الماضي كان الفرد ده كان عالم أو مجتهد، أما الآن فنحن في عصر المؤسسية الذي يحول الرجل أو المرأة الشخص إلى مؤسسة، والذي يجدد الدين والحياة الآن هو مؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن آراء وأقاويل العلماء. دي تعتبر مقدمة بسيطة يعني، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ليه أنا حاطط الرسمتين دول؟ الرسمتين دول دي الحديد المسلح اللي بنحطه في اللي هو أساس أي عمارة بنبنيها، في سيخ حديد هنا زائد في نفس الوقت في رباط اللي هو السلك اللي موجود ده. هل هناك عمارة أو مبنى في العالم يستطيع أن يقام أو يقف صلدا دون وجود هذه الصبة والشبكة وخاصة السلك اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ أتحدى من يقول لا. أيوة، في عمارة نستطيع نبنيها بدون هذا التكوين الهندسي وبدون قيمة هذه السلكة التي نتحدث عنها. في بعض العمارات في التطور الحديث والكباري بدلا ان تستخدم السلكه بتستخدم المسمار اللي هو البريمه اللي بنسميه بولت. ها شايف هنا في عمارات كبيره زي العمارات اللي هي ناطحات السحاب بتستخدم البولت ده، علشان هو نوع اخر من انواع تماسك اساس بناء اي مبنى في العالم، سواء كان عماره أسمنتية حديد مسلح وطوب أحمر أو طوب رملي أو عمارة مبنية باللي هو البيمز اللي هي تعتبر
اللي هي الخطوط اللي هي الحديد دي ستيل اللي هي بين ستيل بار دي اللي بتمسك. كلاهما واضح بالنسبة للهندسة هندسة ان المسمار هذا اللي قبل كده والسلكة دي من غيرهم العمارة بتوب خلاص. ده برج خليفة ربنا يشفيه ان شاء الله ورجعه سالم غانم لأهله وبلده الى اخره. ده ما بنشوف عمارته كم متر دلوقتي اعلى برج في العالم قرب الكيلو يعني ها قرب الكيلو اعلى برج في العالم اعلى منه العالم. لكن اهم شيء فيه ارجع بقى ده مسمار ده ارجع بقى والسلكه دي السلكه دي يا شباب والمسمار هي جمعيه المجتمع المدني اللي استطاعت بأن تجعل كل أطراف المجتمع المدني في الدولة وفي الوطن إنه يحول هذه المكونات إلى هذا الهيكل الكبير العظيم اللي بعض الناس بيقولوا هيكون هو من عجائب الدنيا التسعة ولا العشرة ولا العشرين إلى آخره. شوف إيه السلكة دي اللي إحنا ساعات بنهملها وتكلفتها في بناء اي مجتمع اي عماره لا يساوي واحد في الالف او واحد في المئة الف. لان برج خليفه قد يكون متكلف مليارات اما المسامير دي مش هتتكلف الاف. واضحه؟ ده هو دور المجتمع المدني في بناء مكون الوطن والدوله والشعب اللي بتفرز الحكومه علشان تحكم الوطن. هنا ايضا الجسم الانسان ده لو احنا درسنا تشريح الاعضاء ده الهيكل العظمي بتاع الانسان وجسم الانسان ده هو الوطن والاعضاء الاساسيه بتاعته اللي هي المخ والرئه والكبد والطحال والبنكرياس والمعدة إلى آخره إلى آخره ما هي إلا إنها مؤسسات أساسية في بناء الوطن ودي كل مجتمع مدني. يعني مؤسسات المجتمع المدني تعتبر الرئة بالنسبة لأي وطن أو لأي مجتمع تعتبر القلب النابض الذي يستطيع أن يضخ قيمة روح الحياة داخل الوطن وتعتبر الكبد الذي بيقضي على السموم او البنكرياس الذي بيقضي على بعض الاشياء هناك ايضا. وهي العمود الفقري مع الحكومه ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات البحثيه خاصه في الدول العربيه اللي فيها قمه التخلف في البحث وثينك تانك. يبقى لما نظرنا للعماره بتاع برج خليفه لقينا ان المسمار أهم شيء في بناء هذه العمارة بعد التصميم وبعد كل شيء أو الفتلة السلكة دي وده مجتمع مدني وعصير مجتمع مدني. لما نبص هنا أيضا لجسم الإنسان كل هذه الأعضاء المتماسكة داخل الوطن هو جسم الإنسان يبنيها المجتمع المدني بالتعاون مع الحكومة ولا تستطيع حكومة أن تغفل الدور الأساسي الذي يقوم به المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني. لماذا؟ لأن الوطن فيه مواطنين، في بلد فيها 10 مليون، في بلد فيها 5 مليون، بلد فيها 90 مليون، بلد فيها 200-300 مليون إلى آخره، وهو ده الروح المتنفس عند كل مواطن أن يصبح صاحب مبادرة وشرف في بناء جزء ولو صغير من مكون الوطن اللي هو يعتبر انه ادى دور الوطني في بناء وطنه والدفاع عنه واعطاء كل امكانياته له. الوطن محتاج لمجتمع مدني لان عمر الحكومه في اي وطن بسيط 5 سنين 10 سنين 15 سنه في بعض الدول بتبحبحها شويه وسع يا جدع 20 سنة وبعدها بتفكها شوية وتكويها 30 سنة وبعدها بتخليها 40 سنة وزي ما كان في حالة كوبا في كاسترو 49 سنة بسم الله ما شاء الله يعني. فلذلك نظر نجد ان متوسط عمر اي حكومة في
في أي دولة أو في أي وطن بيكون من 5 ل 10 أو ل 15 سنة. واضح الأمر بالنسبة لنا، واضح الجماعة اللي درسوا الأعضاء داخل جسم الإنسان والمهندسين اللي درسوا الهندسة والمسامير الألاوز دي والسلك بتاع ربط الحديد المسلح. نخش بقى على الكلام الايه النظري. الكلام النظري احنا نتكلم فيه ده الوطن. الوطن ده مجتمع. مجتمع مين؟ مجتمع المواطن. لابد المواطن يكون له دور في بنائه، لكي يستطيع المواطن ان يقوي انتمائه لأنسجة هذا الوطن، فيعطي فكره ووقته وجهده ورأيه وأحلامه من أجل بناء هذا الوطن. ده المجتمع اللي نتكلم عنه دون تميز في ثقافة أو عقيدة أو فكر إلى آخره، بل نسمح للجميع أن يشاركوا في بناء الوطن. مؤسسات المجتمع المدني هي مكونة منين؟ مكونة من المواطنين، الشباب، النساء، الرجال، الشيوخ، تخصصات مختلفة، ثقافات مختلفة، عرقيات مختلفة، قيم مختلفة، عقائد مختلفة، أديان مختلفة. المهم إن أنا أحس من خلال ديني وعقيدتي وثقافي وفكري وقيمي إن أنا بشارك في بناء المجتمع بتاعي، وعمل تطوعي اختياري كلنا بنقوم به، فلا بد أن نقوم به. لأن الآن حالياً العالم العربي يحتاج لمجتمعات مدنية قوية تدافع عن كينونة بقاء الوطن، وإلا تشرذمت مثل هذه الأوطان. هدفها كتير، أهدافها كتيرة، تحسين أوضاع الفقراء وغيرها، بناء المجتمع، نشر الوعي داخل أبناء المجتمع، عمل أبحاث كثير لأنها بتتقاطع مع كل مكون حياتي داخل المجتمع، سواء كان هذا كان مكون كمناخي أو يشمل الحيوانات والطيور والمياه والجبال والبيئة، أم يشمل الإنسان وما يتعلق بالإنسان من تعليم وصحة وتنمية إلى آخره إلى آخره. فالمجتمع المدني متقاطع التقاطع في كافة مناحي حياة المجتمع، الثقافية والقيمية والدينية والعرقية والاجتماعية المكونة لمكونات المجتمع. ده احنا نتكلم هنا يعني دول يعني دي مستشفى او شيء موجودة في باكستان او في افغانستان، وهنا يعني كل هذه الاشياء موارد بالنسبة لنا. بعد كده هو دي كانت في حرب قريبة من صعدة في اليمن في 2010 تقريبا، ودي كانت في كشمير، مش كشمير لا، اللي هو كيبي كي اللي هو مناطق القبائل في باكستان، منطقة اسمها مردان بعد الزلزال بتاع الفيضان بتاع 2010. قيم مؤسسات المجتمع المدني، ايه هي القيم؟ كتيرة قيم بتاعة المؤسسات. الاحترام، لابد كل مواطن أن يحوز على احترامه، وخبر هذاك تقوي المجتمع فيصبح المجتمع له نفوذ، تعلم الناس كيف تكون مؤسسية هيكلية تتحرك بسرعة في اتخاذ القرارات أسرع من الحكومة، عندها حرية في اختيار المشاركين ولا يسعى لتحقيق ربح. المجتمع المدني مش مجتمع ربحي. أنا أعتقد في بعض الناس تطفلوا عليه واختلقوه وأصبحوا متربحين، تحقيق أهداف وغايات واضحة استقلالية، تستقل في قرارها السياسي لكن في إطار قانون الدولة وثقافة المجتمع. دي خصائص المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني. تتنبأ بحدوث المشاكل وتساهم في وقت الصراعات قبل وقوعها، لأنها داخلة في كل حارة وداخلة في كل نجع من النجوع، في كل قرية من القرى، فبتقول للحكومة يا حكومة أنا شريك ليكي وأتنبأ أن هيحصل جفاف أو هيحصل صراعات أو هينتشر فكر سيء إلى آخره إلى آخره، فبدونها لا تستطيع الحكومة أن تعمل.
بتوجد مناخ ثقافي قوي مجتمعي مترابط ما بين الافراد وبعضها علشان يحارب الاحباط ويحارب الانعزال ويحارب التطرف ويحارب الارهاب. مؤسسات المجتمع المدني هي الركن الركين القوي في محاربة التطرف ومحاربة الانعزال ومحاربة اللي هو الأفكار الهدامة ومحاربة الإحباط ومحاربة أيضا الإرهاب قبل أن تأتي أي قوة أمنية أو أي قوة عسكرية، لأنها موجودة على الأرض ولأن هو ده جزء من دورها أنها تأيد هذه أو تؤيد هذه الأفكار المسممة كثيرا قبل أن تصل للعاصمة وتصل إلى الحكومة. دورها أيضا إيه هو؟ المصلحة العامة هو الركن الركين. الركن الركين إن إحنا بنتكلم عن مؤسسات مجتمع مدني تحقق المصلحة العامة للوطن. ها؟ وتجدد إرادة الشعوب لأنها بتفرض قيادات مجتمعية شابة من النساء والرجال في مختلف الثقافات تستفيد منهم الحكومة والمؤسسات وتحافظ على المصادر الطبيعية المتجددة فتحافظ على الموائل ها والمنتجعات اللي موجودة واللي احنا بنسميها ايه اللي هي المحميات وتكون منبر حر لإيصال أصوات المصدومين للحكومة وغيرها المؤسسات الدولية وتحقق الأمن والسلم والسلام المجتمعي وتدافع عن المجتمع في داخل المجتمع وفي المحافل الدولية والإقليمية. إن في أماكن معينة لا يستطيع أن يدخل إليها أو يصل إليها الوزير في الحكومة مثلا أو السفير، لكن تستطيع أن تدخل إليها مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الإنسانية التي تعمل في مناطق الكوارث والصناعات وترفع علم الدولة في هذا المكان. تضع رؤى مستقبلية لبناء حضارة المجتمع وتبني علاقات دولية مع المؤسسات الأخرى في الدول الأخرى. تفضل. في عناصر تؤثر في تطوير المجتمع المدني ها اللي هي مهمة جدا مهمة جدا إن المحاسبة والشفافية أمام الحكومة تكون مهمة جدا. الحكومة بتديك الرخصة ولابد يكون شفاف في تحقيق النتائج والحكومة تحاسبه برضك. الحكومة مسؤولة عن تحديد مساحة الحرية، كلما زادت مساحة الحرية كلما قويت وانتعشت مؤسسات المجتمع المدني، كلما قلت مساحة الحرية وتحولت إلى ديكتاتورية وبطش إلى آخره انكمش المجتمع المدني وأصبح خطر على دولة لا تكون فيها مؤسسات مجتمع مدني قوية فتحولت إلى دولة هشة ثم بعد ذلك دولة فاشلة. مساحة الحرية مهمة جدا. المشاكل اللي بتواجه مؤسسات المجتمع المدني الموارد البشرية اللي عندها كفاءة أغلبها بيشتغل في القطاع الخاص لأن مرتبات مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة ليست بكبيرة كما وخاصة في منطقة الخليج بالذات، لكن أغلب الشباب الفاهمين الواعين القادرين على العمل والتغيير المجتمعي لا يعملوا في مؤسسات المجتمع المدني ولكن يعملوا في القطاع الخاص. ثقافة الأنأنة اللي هو رئيس المؤسسة أو اللي هو مؤسس المؤسسة إلى آخره بينسب كل شيء ليه، نقص معايير الشفافية بتتكلم عنها، العشوائية في اتخاذ القرار، مفيش مجالس إدارة إلى آخره، عدم وجود نظام تداول السلطة وشفافية الاختيار، كل الأشياء دي هي مشاكل بتواجه مؤسسات المجتمع المدني لابد أن نتعامل معها ونتجاوزها. ايضا خلط الاوراق، في بعض الشخصيات بتخلط الاوراق الانسانيه بالسياسيه بالدينيه بكل البطيخ ده كله على بعض عشان يطلع في الاخر حاجه ملهاش طعم ولا صوره ولا لون. عدم القدره على بناء الشراكات اصبح دلوقتي فرضيه اخرى علينا كلنا ان لابد ان نبني شراكات، لان اعباء المشاكل التي تواجهها الانسانيه والبشريه اكبر من الدول ليس اكبر فقط من ايه الجمعيات. فلا بد ان نضع منظومه بناء الشراكات محدوديه مشاركه المراه والشباب خاصه في المنطقه العربيه، لسه ما دام عندنا تخلف فكري في مشاركه المراه في القرار السياسي للجمعيات لدينا في منطقه كان اول سند للرسول صلى الله عليه وسلم فيها منذ اكثر من 1438 سنه
كانت امرأة. تخلفنا بعد 1438 سنة وأصبحنا نجعل المرأة شيء استهلاكي. لكن المرأة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدة خديجة رضي الله عنها والشباب اللي كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم سيدنا علي وكل الشباب الصغار، ها، كان هم أصحاب قرارات وأصحاب إبداعات من صدر الدعوة الأولى التي بنت الإسلام وحضارة الإسلامية. قوانين المعوقة من الحكومة، طبعاً دي مشاكل في بعض الحكومات، كل يوم بتطلع قوانين دون أن تشري. إن أرادت حكومة أن تفعل قانون فلابد أن تشارك ليس مجموعة من الجمعيات المنطقة فقط، ولكن عموم الجمعيات بمختلف خلفياتها لكي يكون لها رأياً في القانون. عدم وجود خطط وميزانيات والالتزام بها إلى آخره إلى آخره. المحاذير بقى نتكلم عنها دي، إن إحنا نعمل جمعية ملاش أهداف أو الأهداف مش واضحة أو ملاش مرجعية أو المرجعية مش عارفين هو مين صاحب القرار، دي خطر جداً 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 جداً. تسيب في المال والوقت، أقبلك صارت نزاعات، كل الأشياء دي إن إحنا جمعية نرجع إحنا في المحاضرة، أهداف غير معروفة، أساليب عمل تتعارض مع المتعارف عليه. تيجي مثلا مؤسسه دوليه او مؤسسه عايز تعمل فكره جديده ولو انها وطنيه وتعمل شيء غريب في مجتمع محافظ او مجتمع غير محافظ الى اخره. وهكذا اللي بعد كده يسكن محلين التواكل، ان احنا بس خلاص معتمدين على الفلوس اللي حجينا من فلان او فلان او من ايه، والتمويل الموجه من الخارج او الموجه من شخصيه واحده. لو انقطع النظرات الدينيه التبشيريه والدعويه اللي هي بتفرض على الناس ثقافة جديدة، ودي ضد حقوق الإنسان كلها، سواء كانت الثقافة دي تابعة لدين معين أو الانتقائية في الفئات، أنا عايز هشتغل مع المجموعة دي مش مع المجموعة دي، وهكذا. كل هذه المحاذير وغيرها إن أردتم إنكم تاخدوها من عندي ممكن نبعتها لكم في حد يطلبها على الإيه، على الصفحة إلى آخره. ها؟ في حاجة ثانية؟ أنت اختصرت التقديم كله، نرجع بقى في الآخر أول شريحتين ثلاثة عشان ننجز. أنا برجع أقول مرة تانية إن الفريضة الغائبة حالياً التي أصبحت فرض عين علينا حالياً هو بناء مجتمع مدني قوي يكون مؤازراً للحكومة والقطاع الخاص، وكذلك نضيف عليها المؤسسات البحثية والفكرية للثينك تانك وريسيرش، ومن خلال هذه المؤسسات قد تكون بعض الجمعيات العربية والإسلامية في الغرب أو غيره نجحت في العمل الإنساني. لماذا يا شباب؟ لأن العمل الإنساني عمل عاطفي. 20 مليون مشرد أو جائع في اليمن، مشردين ونازحين ولاجئين في سوريا حوالي 13 مليون أو 14 مليون إلى آخر، 3.5 مليون نازح داخل العراق، حرب في جنوب السودان، فالناس بتعيط وانا بلم على العياب بتاعهم. اما المجتمع المدني ومؤسساته وسياسه السلك والمسمار فده هو فعلا اللي بيبني ويثبت المجتمعات اللي احنا نريد ان نعلم شبابنا ان يقوموا بكل يوم في مبادره، وكل يوم يكون لكم مبادره، وحتى ان فشلت المبادرات فلابد ان نستمر فعمل المبادرات لكي نبني مجتمع مدني قوي معنا إلى آخره. فننظر لمثل هذه الأشياء كلها أن أصبحت فرض عين علينا هو بناء مجتمع مدني قوي كي يستطيع أن يحمي الوطن. قد يقول الإنسان أن حماية الوطن قاصرة فقط على دور الجيوش أو دور الشرطة، أيوة، لكن في دور آخر لا تستطيع الجيوش أو الشرطة أن تقوم به، وهو دور تماسك المجتمع والترابط المجتمع والوحدة المجتمعية التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني. فالثلاث أدوار في الأمن والسلام والسلم المجتمعي متكاملين، وسطهم مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المدني نفسه، وبعد ذلك ممكن إذا احتجنا لقوات الأمن أو احتجنا إلى قوات الجيش نستعين بها بعد أن نرأب صدع هذه المشاكل
والانقسامات داخل المجتمعات. وقبل أن ننتهي أرجع أقول مرة أخرى، السلكة مهمة جدا، والمسمار هذا المسمار تاني، والمسمار مهم جدا ومن أهم المكونات. ها؟ اللي ده المجتمع بتاعنا أو الوطن بتاعنا. أو نخش مرة تانية إيه؟ الجسم الإنسان، نجد إن كل مؤسسات المجتمع المدني هي اللي بتتكلم على الجسم متماسك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فنرجع مرة أخرى ونقول يا شباب في رمضان لابد أن لا نتوقف عن عمل مبادرات من أجل نشر الخير بين الناس، سواء كانت المبادرات ثقافية أو قيمية أو إنسانية أو تنموية إلى آخره، ولا نتوقف عن العمل ولا نصطدم بالحكومة ولا نصطدم بالمسؤولين، نحن نريد أن يكون لنا دورا في بناء مجتمعنا، ومجتمعنا لابد أن يعطينا مساحة، أو حكومتنا لابد أن تعطينا مساحة لكي نستطيع أن نبني معها المجتمع الذي نقدمه كجزء من الوطن لبناء الوطن الذي يبني صرح الحضارة ليس فقط على مستوى الوطن ولكن على مستوى العالم. وأراكم غدا إن شاء الله في هذا التقديم باللغة الأعجمية اللي هي اللغة الإنجليزية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك. واللي مش صايم من إخواننا المسيحيين وغيرهم نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، أيامكم كلها مباركة إلى آخره إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله.